أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. موضوعنا اليوم حول مسألة المسح على الخفين، وبعده بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن المسح على الجبائر والعصائب. فالأسئلة المطروحة في هذه المحاضرة: ما هو مفهوم الخفين؟ أو ما هم الخفان؟ واضح؟ تعريف اللغوي والتعريف الإصطلاحي، وما هو حكم المسح عليهما؟ ومتى يمسح الإنسان على الخفين؟ متى؟ في سفر أم في حضر أم في مرض أم في صحة وعافية؟ وهل يجوز في حالة دون أخرى؟ ثم ما هي الشروط التي تشترط حتى يكون المسح صحيحا؟ وما هي كيفية المسح؟ وما هي مدته؟ واضح؟ وهذه الأسئلة أيضا بما فيها نواقض المسح ومبطلاته على الخفين نسألها أيضا في قضية الجبائر والعصائب. فنبدأ على بركة الله ونجيب عن هذه الأسئلة من خلال دراستنا لهذا الموضوع. فنقول أن الخفان مثنى ماذا؟ مثنى خف، والخف هو الحذاء الساتر للكعب المصنوع من الجلد. واضح؟ إذن تعريف الخف، الخف هو الحذاء الساتر، هذه كلها قيود مهمة يا شباب، كلها قيود مهمة في التعريف، تسبب لنا مسائل أو تجعل لنا يندرج تحتها مسائل. فلما نقول حذاء ساتر، طب لو كان غير ساتر هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ هل يعتبر خف أو لا يعتبر خفا؟ واضح؟ حذاء ساتر للكعبين، واتفقنا في الوضوء بأن الكعبين هما العظمتين الناتئتين في القدم. واضح؟ نعم. مصنوع من الجلد، لما يقول مصنوع من الجلد، طب ما هو حكم ما صنع من الصوف أو من غير الجلد كالجوارب مثلا؟ واضح؟ أو باختلاف التسميات، إنسان يضع في قدمه شيء مصنوع من القماش أو من الصوف أو من القطن أو من أي معدن آخر سوى الجلد، عدا الجلد، هل يجوز المسح عليه؟ لأنه نحن درسنا أو أنتم الآن تدرسون أن الخف هو الحذاء الساتر للكعب المصنوع من الجلد. لما نقول ساتر للكعب فهذه سهلة، لكن لو لم يكن مصنوعا من الجلد فهل يجوز المسح عليه؟ هذه أسئلة الآن تندرج في ثنايا الدرس، نعرج عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا إحنا لنا أن نعرف في البداية إنه المسح على الخفين بدل من إيش؟ بدل من غسل الرجلين في الوضوء، بدل من غسل الرجلين في الوضوء. واضح؟ والمسح معناه ماذا؟ هل يختلف عن الغسل؟ هل يختلف المسح عن الغسل؟ نقول نعم، الغسل هو تعميم الماء على العضو المغسول، بينما المسح هو تمرير، الله يفتح عليك، تمرير اليد المبللة بالماء على العضو الممسوح. واضح هذا الفرق بين المصطلحات؟ وهذا مهم جدا، بدك تفرق انت كمتعلم ودارس للفقه بين المصطلحات. المصطلحات عندنا دقيقة، في هناك فرق بين الغسل وبين المسح. ما تحكيش لواحد واغسلوا رؤوسكم، الرأس الواجب فيه ماذا؟ المسح، وإلا بده يحط رأسه تحت الحنفية عشان يغسله ويصير قطر مية بعدين. واضح؟ فجيد أن نعلم أنه المسح هو إمرار، المسح على الخفين هو بدل من غسل الرجلين في الوضوء.
واضح؟ وبالتالي بعض الفقهاء عرفوا المسح على الخفين شرعا واصطلاحا بأنه إصابة اليد المبتلة، إصابة إذا بتحب تكتب يعني، إصابة اليد المبتلة بالماء لخف مخصوص في موضع مخصوص. شوف أنا بدي أكتب هذا التعريف على السبورة وأشرحه وأحكي لك إيش فائدة الكلمات والعبارات اللي واردة فيه. هو إصابة اليد المبتلة بالماء، إصابة اليد المبتلة بالماء لخف مخصوص في موضع مخصوص. الآن إصابة اليد المبتلة دل على أن العملية عملية ماذا؟ عملية مسح وليس غسل، إذ لو كان الأمر غسلا لوجب ذلك أن يعم الماء جميع العضو لخف مخصوص. كلمة مخصوص دلت على أن هذا الخف مصنوع من شيء مخصوص اللي احنا سميناه إيش؟ أو عبروا عنه الشافعية هنا في الكتاب بأنه الجلد. سؤال، هل يجزئ المسح على المصنوع من غير الجلد؟ حنشوف لأن الشروط اللي مذكورة هنا ليست محل اتفاق بين الفقهاء، هو متفق عليه عند الشافعية. عشان هيك الإمام أحمد يعني مثلا هل يجوز المسح على الجوربين؟ طب هما بيشترطوا في الخف أن يكون يمنع نفاذ الماء إلى القدم أو إلى الرجل، طب ماذا لو كان الجوربين مهترئين؟ بتكون نص رجلك طالع من الجربانة وبتمسح عليها، صح؟ واحد حيقول لك يا أستاذ أنا بشتغل في الشرطة عسكري، بنفع أمسح على البوت على الحذاء؟ هيساتر، واضح؟ طيب واحد ببرد كتير في الشتاء لابس خفين فوق بعض، يعني هل يجوز المسح على الجوربين التنين اللي انت يعني في ناس من كتر البرد من كتر ما ببرد بلبس في الشتاء ثلاث بلاطين وجوزين جرابين، واضح؟ وهذا الشيء واضح، احنا مش للضحك احنا بنذكره موجود. فانت بجوز تمسح على الجوارب المتعددة ام لابد ان تكون منفردة حتى يصح المسح؟ ما مش مشكلة، هذه انا الاسئلة اطرحها، خلينا نعمل عصف ذهني ونشغل عقولنا علشان الان شوية شوية مع الشروط ومع بيان الامور حتبين المسألة دي حتنحل بسهولة ويسر، لحالكم حتتصنبطوا حكمها، وإذا ما استنبطوش احنا بنساعدكم على الاستنباط. جيد؟ في موضع مخصوص، الموضع المخصوص هذا بيطرح عنا سؤال، ما هو الواجب مسحه من الخف؟ هل يمسح ظاهر الخف ام يمسح باطن الخف؟ شوفوا يا اخواننا، ايوه لا ما هو كيف احنا لو بدنا نشغل عقلنا، لو بدنا نشتغل، الله يفتح عليك، لو بدنا نشتغل بالعقل ونقول ما هو علي بن ابي طالب ايوه الاخ ذكر قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين مش اتباع، يعني لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا لكان رأيي الشخصي، لكان رأيي الشخصي انه اسفل الخف الاسفل اولى بالمسح من ايش؟ من الظاهر. الان الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الخف هو المسح على ظاهر الخف، تمام؟ صح ولا مش صح؟ الان انت بتفكر بتقول طب ايش الحكمة؟ يعني هو لو كان الدين بالرأي، لو كان على كيفي انا، ولو كان باجتهادي، لو كان انا مسموح لي ابدي وجهة نظر في هذه المسألة وما فيش فيها كلام مقطوع وارد، كان انا وجهة نظري انه والله اسفل الخف اولى بالمسح من ايش؟ من ظاهره. طيب سؤال للجميع، لماذا نمسح على الظاهر دون المسح على الأسفل؟ اتفضل يا صقر. المسح على الأسفل مثلا يعلق به تراب. جيد، انت بتحط مية بعدك بدك تمشي، بدك تمشي، ولك ان تتصور كانوا يمشون في الخفاف والرقاع ويضعون في أقدامهم الرقاع والخفاف والكذا وبيمشوا، يعني بقول لك من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه أن تكون قادرا على أن تمشي مشيا متواصلا به، المشي المتواصل، واضح؟ تصور أنت مسحت ومشيت ورايح المسجد وعلق في قدمك مثلا تراب أو طين أو كذا أو ما شابه لأنه في ماء،
في الجلد جلده ويلتقي بالتراب او بالماء او باسف بالطين او غير ذلك. حتى لو كان الانسان يمشي في بيته، لا نريد ان نقول يمشي في الشارع، لكن يمشي في بيته واسفل قدمه مبلله بالماء اكيد حيعلق، واضح؟ طبعا هو ورود النص في كيفيه المسح. طبعا زي ما حكينا الكعبين هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق. الآن سؤال، بقوله في الكتاب في حكم المسح علي على الخفين والمسح عليهما رخصة جائزة، سؤال هل هناك رخصة جائزة ورخصة غير جائزة؟ ولا أقول يعني أنا شوف الألفاظ بنتقيها انتقاء، رخصة، هل هناك رخصة جائزة ورخصة غير جائزة من الممكن تأخذ حكم آخر غير الجواز؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ ممكن إيه؟ تفضل. زي كيف؟ زي مثلا الجمع بين الصلوات في الباب رخصة جائزة. رخصة جائزة. ايش ايش الممكن؟ زي كيف؟ يا زلمة الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل، يعني هي للتيسير، ربنا سبحانه وتعالى شرعها للتيسير وتكون مكروهة؟ لا، هو في رخصة واجبة. أنا اللي بدي إياكم تعرفوا أن هناك رخصة إيه؟ واجبة. الرخصة الواجبة مثالها المسح على الجبائر والعصائب. أين وجه الوجوب في الرخصة هنا؟ أين وجه الوجوب في الرخصة الواجبة؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الرخصة الواجبة وجه الوجوب فيها أنك لو مسحت أو لو غسلت العضو اللي مفترض تأتي عليه الجبيرة أو العصيبة فإن العضو يتضرر بإما أن يتأخر الشفاء أو يزداد المرض. الآن أنت مكسور، مجروح، ماخذ لك 10 غرز في إيدك، تمام؟ وإيدك لا سمح الله ملفلفة أو في كسر، مو الكسر هو لو إجي عليه الماء بتأثرش، بس هو يتأثر بإيش؟ يتأثر بانفكاك الجبيرة، لأن وضعت الجبيرة حتى يعني تضبط هذا العضو على وضع تام معين مستقر. هو الأطباء ليش بحط لك الجبيرة؟ مش عشان العضو يبقى مستقيم في حالة معينة ما يتحركش حتى يشفى، واحنا بنقول حتى يلحم العظم، صح ولا مش صح؟ يعني يشفى الامر. لكن تصور لو ان هناك يعني جرح في اليد، جرح لحمك وجلدك مفتوح، لو اجى ماء بلتهب وممكن يؤدي ذلك الى تلف العضو. انت ما بتطلعش لانه واحد اضفر طويل وخبشك يعني، لا، تصور المسألة اكبر من هيك. تصور ان المسألة انت يعني في جرح غائر في يعني او مكان عملية معينة او شيء او كذا، لو جاء الماء على هذا الموضع فلربما على اقل تقدير تأخر شفاء هذا العضو وممكن يزيد المرض فيتلف العضو. في هذه الحالة مش على كيفك تقول انا بدي اغسل، يجب عليك أن تتقيد بالرخصة، يجب عليك أن تتقيد بالرخصة. ولو لم تتقيد بالرخصة فأنت آثم. أما سمعتم الرجل اللي كان في الغزو وسأل أميره لما أصبح محتلما وكان رأسه مسجوجا، رأس مفسوخ، رأس مكله هواية في رأسه، رأس مفتوح، أصبح فاحتلم فقال هل لي رخصة في أن أتيمم؟ قال لا، لازم تغتسل. اغتسل، اغتسل، فمات لما زاد جرحه فمات. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وهذا يشمل دعاء. لذلك القائد الميداني بده يكون مش عسكري فقط وخلص، بده يكون عسكري وبده يكون يعني عنده إلمام بكثير من الأمور على رأسها الفقه. إن لم تكن فقيها بأحكام الجهاد فلا أقل أن تكون فقيها في أحكام العبادات.
انت عندك جيش، عندك كتيبة، عندك سرية، عندك مجموعة من الناس، هذول عباد الله سبحانه وتعالى بتعلق فيهم احكام عبادات صلاة كذا الى اخره. ماشي، احنا بدنا واحد زعران يمشي ويكسر وما يهاب الموت وكذا ويقتحم ويدوس ويجيب وكذا، بدنا ناس شاطرين، لكن في نفس الوقت ان يكون اضافة الى علمه العسكري متعلما من علوم الدين ما يكفيه ليشفي غليل السائلين من إخوانه وأحبابه الذين هم تحت إمرته، لأنه هو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. هذا كلام هنا بنستنبطه إحنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عشان ما نبعدش كتير عن الموضوع، الآن دليل جواز المسح على الخفين. وقبل الدليل احنا قلنا الحكم رخصة جائزة للرجال وللنساء في كل حال، في صيف وفي شتاء، في السفر وفي الحضر، في الصحة وفي المرض، وهذا يكون بدل غسل الرجلين في الوضوء. واضح؟ إذن هل يختص المسح على الخفين بسفر أو مرض؟ لا، في الصحة والمرض، رجال ونساء، سفر وحضر، يعني صيف وشتاء، صيف وشتاء. واضح؟ هذه رخصة، هذه رخصة. نعم يا حبيبي. انت ممكن تمسح لسبب، لكن غيرك ممكن يسمح لغير يمسح لغير سبب. انت ممكن تمسح البرد الكذا، او انه انت يعني في قدمك شيء، يعني طبعا انت يشترط ان تكون وضعتهما على طهارة كما سنرى. واضح؟ الان دليل جواز او دليل مشروعية المسح على الخفين. المسح على الخفين مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. ما هو دليل المشروعية؟ دليل المشروعية والجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نأتي إلى الشروط الآن. ماذا يشترط للمسح على الخفين؟ الشرط الأول واضح أنت التعبير، بقول لك أن يلبسا، اللي هما التنين، يعني يلبسا اللي هما الخفين. ما احنا حكينا أن الخفين مثنى، إيش مثنى؟ يعني عندنا مفرد ومفرد، بصير مثنى. واضح؟ أن يلبسا بعد وضوء كامل، أن يلبسا الاثنين بعد وضوء كامل. والدليل على هذا الشرط، هذا دليل الشرط، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. المغيرة اللي بيحكي كان مع النبي في سفر، فأهويت، فإيه؟ فأهويت لأنزع خفيه. طبعا واضح من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوضأ، فلما كان يتوضأ ظن المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغسل ماذا؟ قال رجليه إلى الكعبين. فطبعا هو من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيحبوا يخدموه، فأهوى، أو يعني بقول أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، تركهم، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يعني ما بيحتاج الأمر أنه ينزعهم. واضح؟ هذا دليل على أنه حتى يجوز المسح على الخفين لابد أن تكون قد وضعتهما على طهارة. مسألة، إجا أخونا الفاضل حبيبنا وتوضى وغسل الرجل اليمين ولبس الخف، وغسل الرجل الشمال ولبس خفها، كويس؟ فهل هذا يعتبر
فعلا صحيحا هو الان بده يلبسهم على طهارة. شوف الان احنا بنتكلمش عن مسح، احنا الان لا نتكلم، هو ما بدوش يمسح، هو انت الان عشان تلبس الخفين على طهارة بدك تتوضى، صح ولا مش صح؟ وضوءك الكامل للصلاة. فاجى الاخ وهو بتوضى غسل رجله اليمنى 3 مرات وادخلها في الخف، ثم غسل اليسرى وادخلها في الخف، فهل هذا يعتبر صحيحا يا شيخنا؟ تفضل. الخف الاول على طهارة ناقصه. الله يفتح عليك، انت كنت حابب تحكي زيه؟ هو السؤال كان له والله، معلش انت بتنين سوا. طيب اذا واضح ايش معنى ان يلبسهما على طهارة؟ يعني بتغسل رجليك التنتين اليمنى ثم اليسرى ثم تلبس اللي هو الخفين. واضح يا حبيبي؟ متأكد انت انك فاهم؟ واللي جنبك واللي على يمينك واللي وراك، ايش اسمك انت؟ جهاد فارس. واضح يا جهاد؟ تفضل يا حبيبي. نحن لا نتكلم عن الوضوء، الوضوء صحيح لانه هو تم بأركانه وفرائضه وترتيبه وشروطه وسننه وآدابه إن فعل ذلك، واضح؟ نحن نتكلم عن قضية لبس الخفين، هل هو لبسهما على طهارة كاملة أم لا؟ طيب الشرط الثاني أن يكون منهم مدل الخفين أن يكون ساترين لجميع محل غسل الفرض من القدمين، لأنهما لا يسميان خفين إلا إذا كانا كذلك. يعني بمعنى باختصار شديد أن يكون الخف قد وصل إلى منطقة الكعبين من الرجل، أن يكون الخف قد بلغ من الرجل منطقة الكعبين، فلو كان أقل من الكعبين فلا يسمى خف، فلا يسمى ماذا؟ خف، ولا يجوز المسح عليه. لو كان تحت الكعبين من الرجلين فلا يسمى خف ولا يمسح عليه. واضحة ولا مش واضحة هذه؟ واضحة يا شباب؟ جيد. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يمنعا اللي هما الخفين، أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين، حتى لو أنت بدك تمشي عليهم وكان على الأرض ماء يشترط ألا يدخل الماء إلى القدمين، ولما تيجي تمسح ما يدخلش بسبب المسح ماء إلى القدمين ولو من محل خياطة. مش بدك اسأل هيك أنت؟ عاد ما هو أصلا يجوز المسح على الجوارب ولا لا يجوز من الأصل؟ يعني هو من الأصل، من الأصل إحنا قاعدين بنحكي إنه الخفين يكونا مصنوعين من الجلد. احنا قد خلينا في الشافعية، انا حذكر لك في الاخر الخص لك الموضوع، في فرق بين ما اعلمك مساق وبين ما تسألني سؤال وانا افتي لك فتوى، واضح؟ تعال اسألني سؤال بعد المحاضرة وانا بفتي لك فيه، بفتي الكاش، انا بتقيد الكاش، انا بفتي لك حسب الايسر او الاحوط، واضح؟ جيد؟ لكن انا بدرسك مساق عشان ما تتخربطش الامور ويجيني بكرة واحد فاتح كاتب في الامتحان، لانه بكرة ممكن اجيب لك في الامتحان سؤال صح وخطأ واقول لك مثلا يجوز المسح على الجوربين المهترئين وكذا وشيء. انا حاعطيك الان من 4 شروط او 5 وبعدك احكي لك ايهما محل اتفاق وايهما محل اختلاف، تستعجلش على رزقك، ماشي؟ الان ان يمنع نفوذ الماء الى القدمين من غير محل الخرز، يعني من غير محل خياطة، يعني لو دخلت الماء، لو دخل الماء الى القدمين من محل الخرز ما فيش مشكلة، لكن من غير هذا المحل يكون مثقوب مهترئ فتح لك فيه شباك وتهوية منفعش. واضح يا حلوين؟ واضح يا حبيبي؟
تمام. الشرط الرابع أن يكونا قويين، يعني ما جمدين شوية، بحيث يمكن ماذا؟ تتابع المشي عليهما، بحيث يمكن تتابع المشي عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وهذه مدة المسح على فكرة، هذه مدة المسح. خامسا وأخيرا من الشروط أن يكونا طاهرين، حتى ولو كانا مصنوعين من جلد ميتة ولكنه دبغ، ولكنه ماذا؟ دبغ. لما مر معنا من أن الجلد إذا دبغ فقد إيش؟ فقد طهر، واضح؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الآن نيجي نفصل في قضية الشروط، نيجي نفصل في قضية الشروط. الشروط المختلف فيها يا حلوين، الشروط المختلف فيها، الشرط الأول قضية أن يكون سليما من الثقوب أو الخروق، واضح؟ هذا الشرط ليس يعني محل اتفاق، وأيضا هذا يعني مندرج تحت اللي هو قضية أن يكون من الممكن تتابع المشي عليهما، واضح؟ كمان الفقهاء اختلفوا في مقدار الخرق اليسير المتسامح المعفو عنه المتسامح في حكمه، ما هو مقدار هذا الخرق؟ واضح؟ ما هو مقدار المتستر من القدم، وما هو مقدار الجزء المنكشف من القدم؟ وبالتالي يا إخوة، لأنه كيف الآن يعني إيش السبب في الخلاف؟ الآن المنكشف من القدم حكمه الغسل، والمستتر حكمه المسح، المسح، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح. ما هو يا بتغسل يا بتمسح، مش معقول أنا جزء كبير من قدمي، أو يعني غير معقول أن يكون منكشفا وهو منكشف وهذا يستحق الغسل، وجزء آخر يستحق المسح. بالتالي وبالتالي الأسلم الأسلم والأحوط ما ذهب إليه الشافعية، ما ذهب إليه الشافعية، ويجوز المسح على الجوارب بنفس الشروط المشترط في مين؟ في الخف تقريبا. فمثلا من شرط المسح على الجوارب، ما بجوزش تمسح على الجوارب وهم أقل من العظمتين الناتئتين، يعني لم يصلوا إلى محل الغسل. وبعدين مش معقول تمسح على جوارب شفافة يعني رقيقة جدا، لأنه هذه الرقيقة بغض النظر يا محمد، يا إيش اسمك أنت؟ يا أسامة، أسامة؟ بغض النظر يعني احنا بدناش نقعد نشخص ونحلل جوارب نساء ولا جوارب رجال، كويس؟ أنا بنتكلم عن نوعية قماش هنا. مش يعني قطعا هذه الجوارب الرقيقة ستدخل الماء إلى القدم، تمام؟ وبعدين ما حدش يقول لي والله أنا جربانتي طويلة، ولكن مع المشي سحلة. العبرة عند المسح وبعده. أنت وأنت ماشي بتضلها راكزة وماشية ولابسة في رجلك ولا بتقع؟ فهي الشغلات إحنا كمان إخوان يعني ليس من الصحيح أن يتتبع الإنسان الرخص ويبحث عن الراحة في موطن العبادة، في موطن العبادة دون المشكلة أنه يبحث عن الراحة والرخصة دون أن يكون مستحقا لهذا الأمر، دون أن يكون من أصحاب الرخص، دون أن يكون عنده مرض. إخواننا أنت اليوم لما بتقف تتوضأ ثم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تصلي، يعني وتركت الدنيا، ويعني كأنك أنت تناجي ربك سبحانه وتعالى: يا رب إني تركت الدنيا وشهواتها، وتركت الحياة وملذاتها، وتركت المال والبنون والأهل والول كل الدنيا، وأنا إجيتك أقف بين يديك مبتهلا متضرعا خاشعا ذليلا. لمين؟
لله سبحانه وتعالى، فأقل من أن تتوضأ وأن تغسل وكذا. يعني إيش اللي يعني إيش ضعف هالهمة اللي يحبط الإنسان من أن يعني يخلع جواربه ثم يتوضأ ويغسل قدميه، يتوضأ ويغسل قدميه. ولذلك أحيانا تتبع الرخص يوقع الإنسان في المحظور، بتصير أنت حب عليك تجمع، فبتصير من حد ما شوف لك غيمة لاحت في السماء الحقو عدو إجا الشتاء. طيب ما في ضوابط، ما في ضوابط لموضوع الجمع كويس. بعض المساجد في بعض المناطق أصبحت تجمع يعني لمجرد هبوب ريح بارد خلاص، وتجمع وتغلق المسجد بعد الجمع، يعني اللي ما صلاش راحت عليه، ممنوع يجي يصلي جماعة بعد هيك. وتساهل، هذا تساهل، هذا أمر فيه تساهل، واضح يا أخي؟ لا تحجر واسعا، اجمع إذا كان يعني عندك دليل أنه يجوز الجمع لمطر ولغير مطر، لعذر ولغير عذر، ماشي، لكن اترك المجال لغيرك كي يأتي يصلي ممن لم يجمع، واضح؟ وبالتالي يا إخوة يعني هذه فقط كنوع من الوصية أقولها، إنه الإنسان لا يتتبع الرخص في عبادته وهو ليس من أهل الرخص، لكن والله إن كان الحال يقتضي أن يأخذ بالرخصة فلا عيب، لا يعاب عليه أن يأخذ بالرخصة. هي الرخصة شرعت تيسيرا وتسهيلا للناس، والدين ديننا الإسلامي دين يسر ليس فيه عسر، واضح؟ طيب، الآن متى تبدأ مدة المسح؟ بعد لبس الخفين تبدأ مدة المسح على الخفين. تبدأ مدة المسح على الخفين بعد لبس الخفين. فمثلا يقول إذا توضأ الصبح ولبس خفيه، توضيت قبل ما تطلع على المحاضرة تاع الدراسات في الفقه، ساعة قديش تطلع من بيتك؟ سبعة ونص، ستة ونص هذا خان يونس ورفح، صح؟ تمام جماعة الخير ما تحبكوش كتير، المهم انت توضيت قبل ما تطلع، وبعدين يا اخوة تعودوا تتوضوا قبل ما تطلعوا، يعني من توضأ ثم خرج فهو في ذمة الله، يعني تبقى في ذمة الله في طوال نهارك، ولو الإنسان لا يدري أين ومتى تأتيه المنية، فأن تموت على طهارة، طبعا هذا أمر للاستحباب وليس للوجوب، يعني أن تموت وتلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا، وتخرج وأنت طاهر تحفك الملائكة وأنت طالب علم، شوف أكم مكرمة، شوف أكم حاجة يعني أنت مفضلة تفعلها، أنت طالب علم تخرج إلى الجامعة، بس المهم يكون يعني خروجك بنية تحصيل العلم لله تعالى. شوف النية برضو أثرها كيف، إنك أنت تؤجر وكذا، ونحن حكينا الكلام هذا في المحاضرة الماضية. ثم تكون متوضئا ومصليا للفجر في جماعة، وقد قرأت وردك من القرآن، والله يا إخواننا إحنا في نعمة. نرجع لموضوعنا في المسح على الخفين، قلنا مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. دليل المدة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت ائتي عليا فإنه أعلم بهذا مني. يا سلام، والله هذا مبدأ، والله هذا مبدأ، والله يا إخوة إحنا أحوج ما نكون في حياتنا إلى ثقافة لا أدري. عارفينها ثقافة لا أدري؟ بيجي الواحد بيسأل سؤال بكون ماشي باش مهندس على راسي، إحنا في الهندسة كلنا بنستفتيك، لكن في الدين أرجوك لا تسأل إلا متخصصا، إلا صاحب صنعة، إلا متعلم، إلا من أهل الذكر. و للأسف ما حدش بيقول اسأل فلانا فإنه أعلم مني،
هذا مبدأ يا إخوان. الحياة مبادئ، الحياة اللي احنا بنعيشها مبادئ. كان يسافر مع رسول، صاحب خبرة عملية، كان بيسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو علي، فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. طبعا قبل هذا هذا بالنسبة لمدة المسح، واضح؟ ثم عشان نقف عند السؤال اللي هو متى تبدأ المدة، بيقول هذا: ومن بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح يوما وليلة. كيف صورة المسألة؟ صورة المسألة انه انا بديت امسح على الخفين في الحضر، يعني غسلت رجلي اليمنى ثم اليسرى ثم وضعت الخفين على طهارة، بعد ساعة حضرت الصلاة، لم أكن متوضئا، يعني كيف انتقض وضوئي، أريد أن أتوضأ، لأن أنا بغسل كل أعضاء الوضوء، لكن عند القدمين عند الرجلين بدي أمسح. تبدأ الآن هذا الشيء، الصلاة التالية حدثت وأنا في السفر، مسافر يعني أثناء سفري، فهل أمسح 3 أيام بلياليها ولا أمسح يوم وليلة؟ يعني حالي حال مقيم ولا حالي حال مسافر؟ بقول الحال المعتبر حال المقيم. تبدأ من بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح يوم وليلة، ومن بدأ المسح بالسفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأن الأصل إيش؟ الإقامة. والمسح يؤخذ رخصة فيؤخذ فيه بالأحوط. فاكرين لما قلت لكم قبل شوي الأحوط؟ الأحوط أن تلتزم بالأمر الأتم، عند وجود الخلاف تأخذ بالأحوط. في فرق بين الأيسر وبالأحوط. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، طبعا ما لم يكن إثما، واضح؟ لكن في شغلة عليها خلاف. الآن الأمرين متساويين فبختار أيسرهما، لكن هنا أمر أو الأمرين غير فيش تساوي، واضح؟ في خلاف في الأمر، والخلاف هو اللي جعل التساوي غير موجود، فتختار إيش؟ تختار الأحوط، الأسلم، الأقرب إلى الدليل، الأقرب إلى تمام العبادة. جيد؟ فنقف إن شاء الله عند جزئية متى تبدأ المدة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن مدة المسح، من أين تبدأ أو متى تبدأ، وكيفية المسح على الخفين ومبطلات المسح على الخفين، ثم نتكلم عن الجبائر والعصائب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.